ولتعلم أن التوراة والإنجيل وصف في كتاب الله عز وجل بأوصاف شريفة. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وقال عز وجل عن التوراة: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ومن ثم فإن هذه الآيات التي جاءت بوصف هذين الكتابين بهذه الأوصاف الشريفة قد يدخل داخل على بعض المسلمين فيقول: لما؟ ولا سيما في هذا العصر الذي يدعى فيه إلى توحيد الأديان أو إلى تقريبها، قد يقول: لما لا يكون ما في التوراة والإنجيل حق وقد شهد القرآن بفضلهما؟ ومن ثم فإن نقول: أولا أن هذه الكتب الموجودة محرفة، ثم على افتراض وجود كتب استوقن أنها لم تصل إليها أيدي المحرفين فإن القرآن نسخها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، لما ذكر في سورة المائدة قال: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، قال بعدها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال أيضا في سياق هذه الآيات: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فتكون نورا وهداية في الزمن الذي أنزله عز وجل فيهما. أما بعد مجيء الإسلام فلا، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن ثم فإن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الإسلام نوعان، نوع عام ونوع خاص. فالنوع العام هو ما كانت عليه الأمم السابقة ممن تمسك بالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، وهذا الإسلام العام قد نسخ بالإسلام الخاص الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لو قال: هم مسلمون. وقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلماذا هذا التفريق؟ فنقول: إن الإسلام في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هو الإسلام العام. أما في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو الإسلام الخاص الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام الخاص قد قضى على الإسلام العام ونسخه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عمر قطعة من التوراة قال: أمتهوكون أنتم؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذا عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الدنيا ينزل حكما ويحكم بالإسلام ولا يقبل إلا الإسلام، فلتفهم هذا جيدا.